اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي اعليت مكانه وايدت سلطانه وقلت يا اعز من قائل سبحانه، فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علينا بيانه. اللهم اجعله قائدا لنا الى الجنة ولا تجعله سائقا لنا الى النار. اللهم اجعله لنا في القبر مؤنسا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا. ايها السادة، يقول حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم: من استمع الى آية من كتاب الله كتبت له حسنة، ومن تلا كانت له نورا يوم القيامة. في ليلة الجمعة وصانا حبيبنا النبي فقال: اكثروا من الصلاة علي في اليوم الاغر والليلة الزهراء، الا وهما يوم الجمعة وليلة الجمعة. ايها السادة، في ليلة تكريم الوالد الكريم الحاج سليمان الامين رحمه الله، كان جبلا من جبال الصبر، وكان محبا لآل البيت، وكان عمودا من اعمدة المساجد، وكان من امة الايمان، محبا لمجالس القرآن. السادة الاحبة الكرام، انها لذكرى طيبة ان نكون في ايام مباركة فيها حجاج بيت الله يهلون الى بيت الله الحرام والى بلد الله الحرام ملبين لبيك اللهم لبيك. واذا بروح الوالد الكريم الحاج سليمان الامين تلبي نداء ربها للقاء الله عز وجل قائلة لبيك. وتتقارب هذه الذكرى ايضا مع ذكرى زوجته الراحلة الكريمة ايضا كانت في ذكرى حجاج بيت الله وعرفات. رحم الله الوالد الراحل الكريم رحمة واسعة. اتينا لنشارك ابنائه الاكرمين الحاج سليمان الحاج هشام سليمان الامين صاحب الرأي الصائب دائما، ونحن دائما من قلبه امين، صاحب الواجب بكل مكان، لذا شرفنا من كل محافظات الجمهورية السادة اعضاء الرابطة العامة لمقاول الاشغال الفراشة بالجمهورية من كل محافظات الجمهورية، والسادة الكرام الاسرة الكريمة مشاركين الاستاذ عادل سليمان والحاج رفعت سليمان والحاج محمد سليمان. على مائدة القرآن الكريم نلتقي مع قارئين جليلين: علم الاذاعة المصرية الشيخ محمد علي الطاروطي، والقارئ الحبيب المحبوب وصديق الاسرة الكروان قراء الجمهورية الشيخ ممدوح جودة سعد. لنبدأ جمعنا اخوة الايمان باستماعنا لعلم اذاعة القرآن فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي يتلو علينا بل يشجو علينا بصوته الذي يتفضل مشكورا.
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Oh,
شيئا وطهي
طهر بيتي وطهر بيتي للطائفين والقائمين وركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا اللهم وعدنا بالحج يا رب وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا يأتوك رجالا وعلى كل قابل يأتين من كل فج عميق ليشهد منافع لهم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا و
ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير
ذلك
لكم فيها منافع إلى أجل مسمى. محلها إلى البيت العتيق ولكل ليذكر اسم الله الأنعام فإلهكم إله واحد فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلنا لكم من شعائر الله لكم فيها خير والبدن
البدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. فاذكروا اسم الله عليها صواف. فاذكروا اسم الله عليها صواف. فاذكروا اسم الله عليها صواف. فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم. وبشر المحسنين. وبشر المحسنين إن الله يدافع عن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا.
صدق الله العظيم. حقا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وجعل الله محل ذبحها بالبلد الحرام فقال ثم محلها الى البيت العتيق. من ايات سورة الحج المدنية تلا علينا علم الاذاعة المصرية فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي كروان الجمعة والفجر بالإذاعة المصرية ونبت البيت القرآني الطاروطي بالشرقية وذلك في ليلة التكريم للوالد الراحل الكريم الحاج سليمان الأمين الذي عاش حياته أمين فالاسم أمين والتعامل أمين. رحم الله الحاج سليمان الأمين ورحم الله زوجه الكريمة التي كنا نودعها في هذا اليوم من العام الأسبق كأنه اتفاق وارتباط رباني. مشاركين الحاج هشام الأمين الحاج هشام سليمان الأمين المحبوب دائما وصاحب الرأي الصائب والمتين ونحن جميعا خلفه دائما آمين. صاحب الواجب بكل مكان الحاج هشام سليمان الأمين. مشاركين الحاج عادل سليمان الأمين والحاج رفعت سليمان الأمين والحاج محمد سليمان الأمين. أيها السادة من داخل كبرى قصور الضيافة والفراشات الأنيقة والتي كملت بهندستها الكهربائية إدارة الحاج كليل محروس الصغير العاشر من رمضان المجاورة 15 شاكرين للحاج علاء بيك جميل والسيد المستشار عبد الحميد بيك فخر والاستاذ الدكتور محمد علاء جميل والحاج محمد عمر واهالي المنوفية وكل من شرف من عائلات ابو ليلى والسيد المستشار هشام فكري الحاج السيد صبحي الامين وشقيق الاستاذ ايهاب الاستاذ الدكتور محمد السيد صبحي والحاج محمد منتصر والحاج وائل فتفت والحاج مؤمن فتفت والنائب المنتظر الدكتور احمد الرشيدي والمهندس يحيى بيك عبد السلام كذلك الاستاذ جمال لاشين والمهندس مجدي ابراهيم نسيب الحاج ربيع وعائلات لاشين. شاكرا ايها السادة لكل اعضاء الرابطة العامة للفراشة بالجمهورية آل يونس بالقليوبية وآل قناوي وكذلك ابناء المنزلة وابناء كل محافظة التقالية وآل القارح بالمنوفية والحج باسل وكذلك آل سمير والزيني بالإسماعيلية وإلى جميع السادة أعضاء الرابطة التي يقودها الحاج خليل محروس رئيس الرابطة العامة وأبناء السويس وعلى رأسهم الحاج وليد البنيلي.
ايها الاخوة الكرام، لا ننسى الهندسة الاذاعية، محمد السيد عبد الوهاب ميست قايد شرقية، ومقدم الضيافة الليلة الكابتن عطية الدولي بأبو حماد شرقية، وإلى همدة مصور الحفلات القرآنية ومخرجنا ناصر صلاح. أتقدم بالشكر أيضا لكل من شرف من أبناء مدينة الزقازيق، والأستاذ محمد منتصر، وكل من شرف أيضا من أبناء القرى التابعة لكل مراكز محافظات الشرقية. شكر الله لكم جميعا.